الموتور هذا اسمه نف اف كا اف نف كا يعني اف 9 كا الموتور هذا يعني يمشي على اللاجونة يمشي على الترافيك يمشي على عدة سيارات رينو. عندنا هنا لوطة ديمارير اللي هو ستارتر قلنا تيربوه هنا. عندنا هذا المكان الدخول السمياسي كاردون يدخل من هنا يدخل من المكان هذا ويخرج من المكان هذا يدخل في السيارة من في البوات من داخل سيبور موتور من اللوطة. هذا خروج الزيت اللي يمشي التربو ويرجع الزيت من هنا من التربو ينزل للكارتاج فيه جعبه من فوق وجعبه من اللوطة. عندنا هذه الممبران تاع التربو اللي هي تشفط باش تفتح التربو. عندنا من هنا كولكتور تاع ديميسيون هذا يغطى الربكام اللي هو يدور الربكام هذا من هنا يدور الربكام.